ايه رأيك لو قلت لك ان انت ممكن تاكل سوشي في اي مكان انت ممكن تتخيله؟ كنت قاعد على البحر في الابراهيمية على الفيو الجامد ده، وطلبت معايا ان اكل سوشي، فلقيت مكان كده اونلاين بيعمل سوشي وبيوصل الاسكندرية كلها، فطلبت من عندهم الاوردر وجالي بعدها بساعة تقريبا مع الراجل المحترم ده، واستلمت من عنده بقى الاوردر، وتعالوا نجربه في المكان بتاعنا. اسكندرية يا جماعة في الشتاء بتبقى اوروبا، اظن مفيش حد يختلف معايا. طلبت من عنده بقى الاوفر ده، وده بيبقى 30 قطعة ب 350 جنيه، يعني كده سعر القطعة الواحدة ب 11 جنيه ونص. كانوا سبايسي ليمون وديناميت رول وفيلادلفيا وتايجر مش عارف، لو قلت اسم حاجة غلط صححولي في الكومنت عشان انا حاسس ان انا بوظت الدنيا. مبدئيا كده من سوشي صلوا على النبي، وانا عايز اقول لك يا غالي ان انت لاول مرة تاكل السوشي ده في حياتك، فهتستغرب طعمه. تعالوا بقى ناخدوا القطعة التانية دي بقى كده ونجربوها في الصوص. مش عارف الصوص ده اسمه بونزو تقريبا، بس شكله حلو. طعمها بالصوص حسيتها ان هي ادت اضافة بسيطة كده للسوشي. مش عارف كان بيتهالي ان الطعم كان هيبقى احلى لو الرزاية اللي مستخدمينها كانت ارفع من كده شوية، ولا هو حجم الرزاية ده العادي، بس عجبتني بالصوص. تعالوا بقى نجربه تالت واحدة كده، وعجبتني قوي، بس نصيحة مني انت لازم تجربها بالصوص. التلاتة اللي جربناهم في الاول فهم عاديين، اما بقى التلاتة التانيين فهم فرايد. عايز اعرف هو دي نفس اللي كنا مولي فيت ولا لا، وده بيبقى شكلها شايف تجربوها كده تقريبا هي هي، بس فرق الصوص اللي عليها. الفيو يا جماعه والمنظر خطير. السوشي الفرايد عجبني، وبجد على مكان زي ده انه يبقى كلاود كيتشن ويطلع حاجات بالكواليتي دي، فدي حاجه حلوه. اخر واحده واخر قطعه بقى اللي هي معموله بصابع الكابوري، خلاص الصباعه دي بقى متفائل بيها، دي بقى اتمنى ان هي ما تخيبش ظني، انا متفائل الصراحه. دي بقى اللي هي اخر قطعه اللي معموله بصابع الكابوري، يعتبر دي وتالت واحده اكتر اتنين عجبوني، بس انا زي ما قلت لكم اول مره اللي اكل فيها السوشي، فانا ممكن اكون جربت حاجه ما بحبهاش اصلا في السوشي، فالحاجات دي ازواج، وكل واحد ذوقه في الاكل بالذات بيختلف عن التاني. دول بقى التلات اضافات اللي جم مع السوشي. يا جماعه الناس اللي بتاكل سوشي اكيد عارفاه، بس اللي اقدر تروح شوطه بصوا ما تروحوش بيت يا جماعه، احسن لكم. وزي ما قلت لكم بقى المكان ده كلاود كيتشن وشغال اونلاين بس، وشغال توصيل اسكندريه كلها، واسمه اوشا سوشي. هتلاقوني برده سايب لكم المنيو بتاعهم والاوفر اللي هم عاملينه وكل التفاصيل اللي انتم ممكن تحتاجوها.